بخير وأهلا وسهلا بالجميع في الجلسة الثالثة عشر على التوالي من حملة قادة الأعمال. نحن الآن بالأسبوع الثالث من جلسات حملة قادة الأعمال لعام 2020، وهذا العام نحن نحتفل بالسنة الثالثة عشر على التوالي من حملة قادة الأعمال. قبل ما أرحب بضيفتنا الكريمة الموجودة معنا لليوم، اسمحوا لي أرحب بطلابنا وطالباتنا الموجودين معنا من كافة محافظات المملكة. العدد ما شاء الله كثير كبير اليوم معنا، فبدي أرحب فيكم طلابنا وطالباتنا، أهلا وسهلا فيكم وشكرا لحضوركم معنا اليوم، وأيضا ترحيب كثير كبير بالمعلمين والمعلمات الأفاضل ومنسقي وزارة التربية والتعليم والثقافة العسكرية والأونروا، وأيضا بالمعلمين والمعلمات ومديري المدارس الكرام، وأيضا ببعض الأهل اللي حابين يكونوا معنا ويشاركونا بجلستنا اليوم. أهلا وسهلا فيكم جميعا. قبل ما نبدأ اسمحوا لي أذكر ببعض النقاط الرئيسية اللي بتمنى خلال الجلسة جميعنا نلتزم فيها. تذكير إنه مدة الجلسة لليوم هي ساعة واحدة مقسمة لجزئين، الجزء الأول رح يكون مع ضيفتنا الكريمة، والجزء الثاني رح نفتح فيه المجال للأسئلة، ولكن لأنه العدد كتير كبير الموجود معنا اليوم الأسئلة رح تكون عبر الشات بعد إذنكم. فاللي عنده أي سؤال لضيفتي الكريمة ابعت السؤال مع اسم الطالب ومن أي مدرسة على الشات، وإحنا بدورنا رح ناخذ سؤالك ونسأله للضيفة الكريمة اللي موجودة معنا اليوم ونجاوب على كل أسئلتكم. آخر إشي قبل نهاية الجلسة رح يكون في صورة جماعية تجمعنا مع ضيفتنا الكريمة، وبعدها رح أطلب منكم بعد مغادرة ضيفتي لو سمحتوا ما تخرجوا من الجلسة قبل تعبئة التقييم البعدي للجلسة اللي بنهاية الجلسة رح يحولكم إنكم تاخذوا شهادة مشاركة بحملة قادة الأعمال للعام 2020. حكيت كثير والآن جاء الدور إني أرحب بضيفتي الكريمة اللي موجودة معاي اليوم. أهلا وسهلا بالدكتورة هنا الناصر ملحس، مدير عام مدارس المشرق في الأردن في عمان، وأيضا عضو مجلس إدارة ومجلس أمناء إنجاز منذ فترات طويلة. دكتورة هنا أهلا وسهلا فيك، شرفتينا ونورتينا. أهلا ست راما، شكرا. أهلا وسهلا فيك. تفضلي ست دكتورة هنا، إحنا معك والمايك معك، أهلا وسهلا. يعني بدي أقول لك راما، يعني هذا اللي عم بحصل اليوم قفزة في تاريخنا في إنجاز، مش هيك؟ نجتمع مع هذا العدد، يعني أنا أكبر عدد اجتمعت معه كان يمكن 100، بجماله وجمال اللقاء وجها لوجه، لكن لا شك إنه هذا إنجاز، ويكون معانا هذا التنوع والأهالي وزملائنا المعلمين والزملائنا في الوزارة، فلا شك إني بعتبر إنها هاي قفزة. ويمكن من غير كورونا يمكن نلجأ لها بكل سنة، يعني أنا يمكن هاي سنتي التاسعة بهذه الحملة، وما بصدق هو يجي شهر 11 و12 مشان أستمتع بهذا اللقاء، فما بالك أنه اليوم عندي هذا الحشد من الأمل والمستقبل. فوالله مع هالجيل واللي عم بصير معاهم بدنا نكون دايرين بالنا شو منحكي، بدنا لما نشارك التجارب تبعتنا لأنكم جيل واعي. أنا عم بقول هذه طبعا المزايا، لكن كتربويين ومنحكي معاكم تأكدوا انه قلوبنا معكم. فأنا عم بقول انه على الرغم من انه انا سعيدة بهذا العدد وهاي التقنية، لكن عم بقول كتربوية احنا قلبنا معاكم، ومنعرف انه هذا الظرف ظرف غير عادي، انكم تبتعدوا عن مدارسكم وتغيبوا هاي الفترات الطويلة، فهذا وضع
لا أعتقد أنه أي حدا فينا سعيد بممارسته، يعني حتى إحنا الكبار حاسين أنه إحنا فاقدين إشي كبير، فما بالكم أنتوا اللي بحاجة لكل دقيقة لكل ساعة بدراستكم بهذا العمر. فإحنا كتير شاعرين معاكم ومنحس أنه يعني إحنا بدنا ندعمكم ومنتحمل مسؤولية رجوعكم على المدرسة. فإن شاء الله في الفصل الثاني نكون اشتغلنا على إنكم ترجعوا. في كل سنة الجلسة اللي بشارك فيها يعني يطلب منا بعض القضايا اللي هو جزء صغير على طبيعة حياتي، كونه أدير مؤسسة تربوية الحمد لله وصلت ما وصلت إله الآن، وأنا صاحبت هذه المدرسة بالشراكة طبعا مع زوجي. وكيف تدرجت، ويفترض أنه أعطي بعض الخلفية لأنه كيف أنا وصلت لأنه يكون عندي هذه المؤسسة الناجحة اللي تعتبر والحمد لله تعتبر مؤسسة صاحبة رؤية ورسالة ثابتة، قيم بهمنا جداً نحافظ على قيمنا، لا بل استطعنا ونستطيع الآن إنه نقول هذه المؤسسة التربوية مهمتها تنويرية وليست تعليمية فقط. فإحنا متمسكين بأنه إحنا لمجتمعنا التربوي بالأردن، وإحنا للمجتمع الدولي ومشاركين محليا ودوليا. ورح أمشي معاكم كيف حصل هذا، لعلني أكون نموذج للناس اللي عندهم أمل، الناس اللي عندهم حس وطني، الناس اللي فعلا بيحملوا رسالة من القلب لكل طالب وطالبة، وليس فقط لمدرسة المشرق، لكل طالب وطالبة بالأردن. فأنتوا بقلوبنا لخدمتكم. يعني رحلتي بالحياة بركي بدي أقول كطفلة كنت مبسوطة زي كل بنات عمان. أنا انولدت بعمان وعشت بعمان، ما بقول انه احنا كنا بعمان بهداك الزمن يعني كما هي عمان الان، يعني كلنا كنا منعيش حياة بسيطة، لكن زي ما بتعرفوا القيم الانسانية كانت هي القيم السائدة والتي تحكم المجتمعات. وطبعا عشت في أسرة والدي الله يرحمه كان بآمن، أولا بآمن بالمرأة، بآمن بأنه البنت يعني إشي مقدس وهي الأصل، وبآمن بالتعليم كتير كتير. فدائما زارع فينا هذا الموضوع التعليم، وزارع فينا دائما انه لازم نكون اقوياء بالتعليم وبالعمل يعني، ومع امي كان كذلك يعني دائما داعمها، فهي
يعني صاحب فلسفة قوية بهذا الموضوع. طبعا إلي أختين التنتين مشوا على طريقه ودخلوا جامعات ودرسوا، أنا خلصت توجيهي زيكم من مدرسة الملكة زين الشرف، هذه الأيقونة اللي لا تزال على الدوار الأول، وكانت هي بروحولها البنات اللي بيطلع معدلهم بقدروا يروحوا علمي. فيعني أنا ما بدي أنه أقول عن حالي كتير شاطرة، بس يعني طلعت علمي لأني جايبة معدل منيح. مدرسة حقيقة مميزة بحبها لهلأ، لما أمر من قدامها ما بقدر غير أوقف وأتفرج عليها بعد كل هالسنين. لكن صار في بحياتي بهديك السنة لما رحت، لما خلصت توجيهي، قد تكون انعطافة أبوي ما حبها أبدا، بأنه أنا أجيت قلت له أنه أنا بدي أتجوز. ف يعني تعرفت على زوجي وخلص، يعني أصريت على هذا الموقف، وهو يقول لي أدرسي جامعة وروحي تجوزي زي ما بدك. لا يمكن، وضليتني مصرة على رأيي أنه أنا بدي أتجوز. بالآخر تساهل وأخذ مني ومنه وعد أنه أنا لا أبتعد عن دراستي الجامعية، وحصل. فأنا بس بقول للبنات اللي معاي اليوم الصبايا، لا تاخدوني نموذج بزواج ال 18، لأنه مش دائما الواحد بسحله أنه يكون الرجل اللي اختاره رجل حقيقة محترم وبدير باله وبيوفي وعوده. فأنا كنت يعني ما بعرف، عادة الناس بيقولوا إنه كنت محظوظة والله حاميني، أنا بقول الله حاميني دفنت لي. لكن الإنسان بخياراته، يعني أنا ما قلت إنه ظروفي عملت فيي هيك، لكن هو كان خياري وهو الأقوى. ويمكن تسمعوني رح أحكي هاي الجملة أكتر من مرة لإيماني فيها. الخيار هو اللي بيمشينا على الدرب اللي إحنا بدنا إياه إذا بتتوفر عنا الشروط، وطبعا رعاية رب العالمين لابد. ف طبعا يعني تزوجت وصار عندي أولاد، عندي 4 أولاد. بهالأثناء عملت البكالوريوس في علم النفس التربوي، وبعدها وأنا يعني عم بدير أسرتي بهذاك الوقت، عملت دبلوم عالي برضو وتخصصت بالتربية الخاصة اللي هي رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. وحقيقة يعني اكتشفت انه أجين كان هذا خياري، انه انا اروح تربية خاصة، انا اللي اخترته بعد ما خلصت الدرجة الاولى البكالوريوس. فاتضح لي وعلمني هذا التخصص اللي اشتغلت فيه 11 سنة بعد ما عملت الدبلومة العالية. اكتشفت قديه شغف عندي للتعليم، قديه في عندي شغف لتبني الأفراد الأطفال اللي هم بحاجة حقيقية. فكانت أمتع 11 سنة، لا بل تعلمت يمكن اللي ما تعلمته بالجامعة. يعني تعلمت التعاطف، تعلمت كيف شو يعني العطاء، شو يعني العطاء وشو بيعمل. فسجلت قصص نجاح منيحة
وبنفس الوقت سجلت قصص أحبطتني، لأنه مش دائما الواحد بيقدر يكون ناجح. لكن خياري وهال 11 سنة اللي قضيتهم بيناتهم كان من أمتع وأروع الخبرات اللي ممكن حدا يعيشها. فلاحظوا إن لما قلت إنه لما رحت تربية خاصة كان خياري إنه أنا أنتقل لهذا المجال، وأنا عم بحكي على التمانينيات بأوائل التمانينيات، يعني العلم هذا ما كان ريلي شائع زي هلأ. فيعني كتير أنا فخورة، يمكن دائما بقول الغلطة اللي ارتكبتها أنه أنا ما سجلت ولا كتبت عن هالعلاقة اللي ربطتني بطلابي، بس لهلأ بعرفهم واحد واحد. بعد هيك كنت عم بعمل الماجستير، عملت ماجستير وغيرت توتالي عن التربية الخاصة، مع أنها للآن لا تزال في قلبي. عملت الماجستير في المناهج، المناهج من الروضة لغاية 12. موضوع المناهج ليست من التخصصات السهلة، عادة الناس ما بتبتعد عنها، لأنها هي التعليم، هي الكومبوننت تبعها هو العملية التعليمية كلها، من محتوى، من قياس، من استراتيجيات، من البيئة المدرسية. فكانت حقيقة مفيدة إلي كتير، وأعطتني هذا يعني الانفتاح على موضوع التربية والتعليم، وخاصة أنه أخذنا قرار بهديك السنة أنه نفكر في فتح مدرسة. كان سنة 92، أنا وزوجي التنين إحنا بنفس المجال، فقلنا يعني يمكن حان الوقت، لأنه الرؤية تبعتنا والرسالة اللي anyway كنا بنحملها أنه فعلا نحققها في مدرسة. ففعلا يعني بدينا ب 92 ب 27 موظف و 170 طالب. الان احنا عمالنا بنحكي على 360 موظف و 1700 طالب بخيارنا. ف يعني خلال هالسنوات اللي لما فتحنا، زي ما قلت لكم يعني أنا مفعمة بمحبتي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. إن شاء الله ما أكون طولت، لا مش هيك، لسه ربع ساعة، بقي لي ربع ساعة، فإن شاء الله بخلص على الوقت يا راما. لا لسه معك وقت دكتورة. شكرا الوقت. شكرا. ف يعني زي ما بقولوا انه انت اذا بدك تنجح في عملك لابد انه انت تحب اللي بتعمله، ويكون عندك شغف لابل على اللي بتعمله، مش بس بتحبه. يعني انا اتفق مع هذا الكلام تماما. يعني انا هلا لي شيء 35 سنة في مهنة التعليم، المدرسة عمرها 28 سنة، لا أزال لهلأ يعني كل يوم الصبح بروح على المدرسة كأني أول يوم أنا بروح على الوظيفة. كل مرة بكون بنفس الحماس، وإني بدي أشوف الأطفال والطلاب، بستمد قوتي منهم. فأنا هلأ وأنا ما عدتش أشوفهم، ما عدتش أروح على المدرسة إلا قليلاً،
حقيقة من الأشياء اللي مأثرة فيا كتير كتير، يعني مش عم بحكي حكي بس حقيقة كيف واحد بحس هيك راح منه إشي مهم، بحس إنه ريلي بينقصني إشي كتير. يعني بالنسبة للمدرسة، إحنا زي ما قلت لكم بدينا هاي البداية البسيطة، وكنا في مبنى جميل جدا وأنيق لكنه صغير ومتواضع، وطبعا ضلينا نشتغل على أساس الرؤية تبعتنا زي ما قلت لكم، والقيم اللي ما تغيرت، values تبعتنا إنه إحنا تربويين للأردن كلها. صح حطينا جهدنا بهالمدرسة بس هي مشان فعلا تكون نموذج ل لإيش التربية والتعليم. ففعلا حصل، يعني أنا بدي أذكر الآن المدرسة طبعا من أحسن مدارس عمان، وزي ما قلت لكم الرسالة تبعتنا قد ما هي عميقة، يعني تخيلوا إنه لما أصحاب مدرسة بيستطيعوا إنهم يكونوا حولهم فريق يؤمن بأفكارهم وكأنها أفكار الفريق كله، فهذا هو النجاح. يعني هذا اللي الممارسة اللي منقراها حتى بالكتب، بيقولونا إنه لما الفريق حولك يؤمن برؤيتك فأنت ضاعفت الأثر تبعك. فإحنا فعلا يعني بخلال أول يمكن 10 سنين، بعديها 15 سنة، هلأ طبعا إحنا قلنا يمكن 28 سنة، إحنا يعني الإمكانات تبعتنا وقدراتنا، ولا أقصد هنا الإمكانات المادية، المباني والمباني موجودة نعم، بس إذا المباني ما فيها الناس المخلصة اللي تقدر تعمل من هالمباني إشي تقدمه لمجتمعها، الحمد لله إحنا قدرنا إنه نحقق هذا الإشي. يعني في إشي اسمه، في كتاب جميل جدا وبحبه وقريت للكاتب أكتر، اسم الكتاب From Good to Great، لما تستطيع المؤسسة أن تحول ذاتها بموظفيها وفريقها من Good to Great. يعني إيش؟ ما بكفي أنا أحط الطلاب وأعلمهم المواد ويطلعوا لي بمعدلات عالية فقط، لا أقلل من قيمة وأهمية هذا الكلام، يعني فهو يعني ركيزة من ركائز التعلم، لكن الأكثر من هيك مشان تحولها لجريت بدك تحول الطلاب لنوع من الشخصيات والتميز اللي فعلا وين ما راحوا يلاقوا موطئ قدم إلهم لتميزهم بالشخصية والمهارات. مشان هيك أنا قلت هذه مؤسسة تنويرية، هذه مؤسسة استطعنا إنه نحولها من good to great. ليه؟ لأنه آمنا بالقيم، ساهمنا بالمجتمع المحلي الأردني، ساهمنا بالمجتمع الدولي كمدرسة، أخذنا اعتمادات لأنه اعتمادات لمؤسسات دولية، لأنه كنا دائما نشتغل مشان نطور حالنا، مشان نتعلم من بعض، ننفتح على مجتمعنا الأردني ونتعلم من بعض، ويا الله شو منكون أقوياء لما منجتمع مع بعض. هذا القطاع
وما كان يعني الهدف تبعنا إنه إحنا فاتحين يعني شركة اقتصادية. طبعاً إحنا ما بدنا نخسر، ولا هالسبب قدرنا إنه نتطور هالقد، يعني سواء بالتسهيلات الفاسيليتيز، نتطور بالمهنية تبعتنا، المهنية تبعت المعلمين. كل هذا ما حصل إلا لأنه إحنا فعلا في عنا هذه الرؤية وهذه الرسالة. فالإشي اللي بدي أقوله لإلكم شباب وبنات، اللي بدي أقولكم يا أدي إيماني بالنجاح، لما الإنسان بيآمن بذاته، لما بتآمني وبتآمن بقدراتك على إنه أنت لا رح تستطيع. يعني ما بدي أقول ببساطة الثقة بالنفس، قد تكون هذه الجملة فضفاضة. أنا بدي أقول بآمن كتير إنه اللي بده يشتغل لرخاء مؤسسته، اللي بده يشتغل لرخاء بلده، بده يشتغل على أمنه الداخلي. يعني أنا وإنتو، إنتو هالقد هلأ لساكم في مقتبل العمر، وإنتو أملنا، وإنتو جيل مختلف، وأنا لغاية هاي اللحظة بشتغل على أمني الداخلي مشان موضوع الرخاء ما نضلنا دائما بنلعن على الغلط. التلعين على الغلط بيبدأ لأنه من داخلك، وبعدين هاي الطاقة بتطلع من داخلك مشان تروح للي حواليك. فتخيل أنت إذا كنت إنسان لا سمح الله متشائم، فأنت على كم واحد حولك تنقل هذا التشاؤم، بتحول المجتمع لمجتمع متشائم. لكن بقول إذا علمنا حالنا كل يوم إنه إحنا نقدر نكون متسامحين، ممكن إنه إحنا نكون ممتنين، وإنتوا بتعرفوا وثقافتنا بتعلمنا هيك، إنه إحنا نكون ممتنين. إيفن إنه أنا صبحت أتنفس، طلع الضوء علي وأنا شايف الضوء، أبسط الأشياء، my health، الناس اللي حوالي مرتاحين مبسوطين، أنا ممتن. وهكذا لما بمشي بتمشى للمدرسة، حتى لو بتمطر أستمتع ب هذه الإمكانات اللي أنا عندي. إذا تحلينا بالتسامح وابتعدنا عن الحقد، إذا تحلينا بالامتنان، تأكدوا أنه تصبح خياراتنا نتيجة للطاقة اللي بعملها حول نفسي وببعتها لمجتمعي وللآخرين، بفتح سبيس على إنه أنا خياراتي مرعية من رب العالمين، ورح تكون واضحة أكتر، ورح تكون بمصلحتي أكتر. بدي أقولكم على بالإنجليزي 3 R's أنا بحبهم. زمان كنا التربويين نقول 3 R's for reading, writing and arithmetic، يعني القراءة والكتابة والرياضيات أهم إشي في المدرسة. الآن واجبنا إحنا طبعاً الثري آرز اللي حكيت عنها، لكن بحب كتير ثري آرز ريزيلينس، رشغل لحالي. ما بقدر أنجز هذا الإنجاز من غير الناس، ومن غير إني أعمل هالمشاركة مع الآخرين.
إنك تكون ريزيلينس بتحمي حالك لما تكون مرن وقادر على التكيف، بتحمي حالك من إنك دائماً أو إنك دائماً تكون العقبات في وجهك. أنا لهلأ بدرب حالي على 3 R's and the 3 R's. القراءة هي المصدر للمعرفة، التشارك مع الآخرين سواء كان مؤتمرات سواء كان بالزملاء اللي معاي بالمكتب، بغض النظر شو العدد، لكن هو القدرة على التشارك بتجعل من عقلي وقلبي أداتين عم بشغلهم للماكسيموم. وانتو بتعرفوا يمكن بعلم الدماغ والأعصاب انه كل ما احنا عشنا التسامح والتقدير والمرونة والتشارك والمسؤولية، الجسم بصير في تناغم بين العقل والقلب وإفراز لهرمونات ما تسمى بهرمونات السعادة أو الراحة، اللي هي بتفتح الأبواب الداخلية بداخلنا والخارجية، بحيث إنه إحنا إذا حطينا هدف وثابرنا من أجله ونتدرب على هاي المهارات، هاي مثابرة مش بس ساعات عمل. يمكن حدا يشتغل 12 ساعة باليوم لكن ما يكون اسمها المثابرة اللي حقيقة بترفع من إمكاناتك from good to great، وبترفع من إمكانات مؤسساتكم إن شاء الله في المستقبل وأهدافكم الحالية، إنك تكون وترتفع من good to great. هذا اللي عندي إن شاء الله، ما أكون يعني نقصت إشي وأعطيتكم إشي اللي يستاهل وقتكم، وأنا جاهزة لأسئلتكم راما. شكرا جزيلا. شكرا. يعطيكي ألف عافية دكتورة، كلام ملهم ومحفز كالعادة. ما بدي أوصف لك كمية الأسئلة اللي عم توصلنا هلا على الشات، يمكن حضرتك ملاحظة، وأسئلة جدا مهمة. وإذا بتحبي نبلش فيها سؤال باي يعني سؤال بسؤال، ولا بتحبي ناخذ مجموعة أسئلة وحضرتك تجاوبي عليها؟ يمكن مجموعة أسئلة وبجاوب عليها. يلا شكرا. رح نبلش. أوكي تمام، رح نبلش مع الطالبة رايا إبراهيم. رايا عم تسألك، هل فعلا قدرتي توصلي لحلمك مع الزواج في سن 18 سنة؟ وأسماء عم تسألك أيضا، هل كان تخصصك خيارك المناسب؟ هل عم تعتقدي إنه التخصص اللي أنت درستيه كان فعلا خيارك المناسب، ولا لو برجع فيك الزمن تقدر تدرسي إشي تاني؟ وسؤال من الطالب سديم، سديم عم بيسألك، كيف كنت تواجهي مخاوفك من المستقبل؟ نجاوب على هدول الأسئلة. نعم نعم. سؤال رايا، الموضوع الزواج والدراسة، يعني هو يمكن بنطبق عليه كل إشي حكيته، فيبدو إنه إني كنت يعني تحليت بما يسمى بالمثابرة. يعني بتحطي هدف وريلي بتشتغلي مثابرة، يعني أختار الوقت مثلا اللي بدي أدرس فيه أو بدي أكتب بيبر للجامعة. يعني هاي أختار وقتي أنا، يعني أفيق الصبح بكير. أنا يعني دايما من جماعة الصبح اللي بفوقوا بكير وبيشتغلوا أشياءهم مبكرا، وبعتقد إنها كتير فادتني، بس يعني فادتني أنا.
نعم حققت كل بدي اياه، يعني الدكتوراه عملتها وانا المدرسة المشرق بديرها. والدكتوراه ما كانت سهلة، يعني الجامعة الجامعات الأردنية بنشفوا الريق مشان يعطوك الدكتوراه أو الماجستير، بس أنا ما أخدتوش من جامعات أردنية. الدكتوراه من هون حقيقة يعني كتير كتير فيها تحديات، لكن I did it بالإشي اللي حكيت لكم يا بالآخر، بإيماني بإيماني الداخلي وبأماني الداخلي، طبعا بدعم الناس اللي حوالي. يعني لما عملت الدكتوراه أولادي كانوا بالجامعة، حتى منهم متخرجين، فكان لسا أسهل علي الموضوع. يعني تفهم ودعم زوجي وفهمه بالتأكيد يعني ريحني. لكن زي ما قلت يعني يعني المثابرة حقيقة، المثابرة والإيمان الداخلي. بالنسبة للتخصص لو أرجع أعيد برجع بعيد نفس التخصص تبعي، أبدا ما بختار، يعني ما أبدا يعني من شهادة لشهادة ومن شغل، ويعني بعتبر كأنهم لابسين بعض أنا وياه، أنا وتخصصي. فالحمد لله خياري كان منيح. السؤال سديم، كيف تواجهين أو واجهتي مخاوفك ولا يزال هناك؟ يعني هلأ هذا الظرف اللي إحنا عايشين فيه والقرارات اللي إحنا لازم ناخدها، سواء كانت قرارات تربوية بدنا نمشي فيها، كيف التعليم عن بعد ننفذه، لوين نقول لا بدنا نعلم لهون ونوقف هون، وهكذا بما في الوضع الاقتصادي اللي يعني أجبرنا على إنه إحنا ما أجبرنا يعني اخترنا أن نتوافق مع وزارة التربية بأنه إحنا ننزل من الأقساط ونرجع للناس. يعني هاي فيها مخاوف منيحة أنه كيف بدنا نطور ونعمل ونشتغل، مرقنا السنة والسنة الجاي ما بنعرف. كذلك أول ما بديت يعني الخوف، أنا من وجهة نظري ما بعرف إذا رح ترضى يا سديم بهذا الجواب، أنا بالنسبة إلي الخوف منعيش معه لحد ما نحله، يعني ما أجعله عدو إلي الخوف. طب ما هي مشاعر، يعني كيف بفرح كيف بحزن كيف بتعاطف، بخاف. فلما بنتابني الخوف، وانتو كمان بعيش مع الخوف، مش بحيث انه يحطمني، بحيث اني انا استفيد واحل مشكلتي مشان اخلص من الخوف، فما اجعله عدوي. لانه اذا جعلته عدوي بصير كتير اصعب انه اتخلص منه. تفضلي راما. تمام دكتورة، احنا رح نكمل بالأسئلة. في أسئلة كتير عم توصل من طلاب وطالبات مدرسة المشرق، أهلا وسهلا فيكم معنا اليوم. في كتير أسئلة، بدي أبلش بواحد من الأسئلة لطلاب مدرسة المشرق. عم بيسألوا هل فعلا أنت اليوم قادرة تقيمي أنك أنت فعلا وصلتي لحلمك، ولا حاسة أنه لسه في خطوات قادمة لازم تعمليها حتى تقدري توصلي لهذا الحلم؟ هلا من مدرستنا يعني هم طلابنا يعني يفترض انهم يكونوا قادرين على الإجابة على هذا السؤال، لأنهم بيعرفوني كتير منيح. لكن أنا اللي عم بقوله يعني أنا دايما بتجه لأنه يكون أقول أني أنا
بقدر أقول إنه يعني أنا صاحبة رؤية الآن وليس حلم، صاحبة رؤية لأنه يعني الحلم تحقق وهو موجود، لكن حقيقة من البداية بحب إنه أنا صاحبة رؤية، والرؤية راسخة في قلبي وعقلي للتعليم ومن أجل التعليم من أجل الطلاب. فأقول إني حققت وخلص طبعاً لا، أنا اللي تعلمته بهالجائحة أكمل اللي تعلمته بهالأرب أكم من شهر يمكن تقلب مفاهيم وممارسات بالمدرسة عنا ماكنة، لأنه التغيير كبير وإحنا بدنا نستخدمها، هذه نستخدمها للمصلحة. فما منعرف إيش التطور. الحلم من حيث المبدأ نعم تحقق، لكن ما رح أوقف لا أنا ولا فريقي ولا الجيل اللي بده يجي بعدي، ما رح نوقف عن إنه إحنا نتطور ونصير أقوى. تمام دكتورة، تفضلي. رح نكمل بالأسئلة. في سؤال من الطالبة ليان، عم تسألك في إشي كنت بحياتك حبيتيه وحابة إنك تعمليه بغض النظر إذا كان حلم أو أي إشي تاني، وكان في حدا من أهلك معارض عليه؟ وفي عنا سؤال من ماريا، عم تسألك هل أنت فعلا مع، يعني هل تشجعي هلأ بهذا الوقت وبهذا الزمن الزواج المبكر بما أنك مرأتي بهاي الفكرة وبهذا التجربة؟ وفي عنا سؤال تاني من إسراء، عم تسألك إيش أكبر ثغرة في حياتك ما عم تقدري إنك تنسيها وبضلك تتذكريها وهي اللي بتعطيك الدعم؟ مين اللي سأل هذا السؤال؟ آخر سؤال عن الثغرة في حياتك إسراء. ثغرة في حياتي بشر. ليان، إنه كان في إشي بدي أعمله وحدا معارض عليه، حقيقة غير بس لما تزوجت، يعني بعدين ما أنا خلص رحت تزوجت وصار عندي أولاد وعشت حياتي، سافرنا أنا وزوجي على أمريكا، كان هو عم بكمل، كانت واحدة أحلى من أحلى خبراتي. فأنا ما يعني ما بذكر إنه أهلي يعني زي أمي وأبوي إنهم عارضوني بإشي، لأني أنا خلص كنت مستقلة ومع زوجي. هلأ يمكن زوجي كان يعارض أشياء بعملها، بس يعني مش أشياء كبيرة هي اللي بتصير بين الناس، يعني عمره ما عارض دراستي أبدا على الرغم من أنها قديه كانت تاخد من وقتي. يعني لا، ما بذكر أنه حصل معي أنه إشي فعلا يوقف بطريقي. لا، الزواج المبكر يا ماريا بالتأكيد لا، أنا مش يعني مش معه، لأنه يعني عمر 18 سنة عمر صغير، فأنا يعني بعد ما هيك شوي كبرت وقدرت الرفض تبع أبوي اللي كان يعني من جن إنه أنا عم بعمل هيك إشي، لكن الحمد لله زي ما قلت لكم خياري كان منيح،
ما بقول نتيجة الحكمة، يعني ابن 18 بقدر انه يختار ويحس يمكن بالصح والغلط، وبنت 18 بس لا، صراحة بقول انا لا، يعني هالأكم من سنة، هالأربع سنين تعون الجامعة وما بعدهم إذا صح للشخص إنه مثلا يشتغل، لا شك إنها هي بتقوي، والواحد ما بحتاج إنك أنت تكوني متزوجة وعندك أولاد ولساكي يعني بتبحثي عن شخصيتك وين أنا، هاي مش سهلة. فلا، جوابي هو لا. إسراء ثغرة بحياتي، أنا مش عارفة إيش يعني نقطة ضعف بحياتي، بالتأكيد فيه، بالتأكيد فيه، ما بقدر أسميها ثغرة. يعني هذا كتير إشي مهم يا إسراء، يعني مش كل خلل إنسان بعيشه بده يسميه ثغرة. بتشتغلي على مواقع القوة بتصيري قوية لو عندك مواقع ضعف، فمواقع الضعف موجودة، يعني إلا تكون موجودة. أنا مرت علي فترة طويلة على الرغم من أنه يعني كبرت بالمهنة، لأكون أنا لا يعني أضطر بحكم موقعي. يعني أنا اشتغلت، كنت في المجلس الإقليمي لمؤسسة البكالوريا الدولية لمدة 6 سنين اللي هي بالهيج بهولندا، من أحلى الخبرات اللي عشتها. كان يتطلب مثلا أني أنا أوقف وأحكي قدام الناس، كانت واحدة من أصعب الأشياء علي اللي أعملها، ما أقدر. كمان كنت رئيسة لمدارس البكالوريا في الوطن العربي وأفريقيا، كمان يعني مؤتمرات وناس لكن استطعت، بعرفش كيف، يعني اشتغلت على حالي أنا من جواتي، وراحت هاي نقطة الضعف اللي عندي. فما بذكر غيرها حقيقة، يمكن أشياء تانية أكيد. تفضلي راما. رح نكمل. نغم عم تسألك شو رأيك بموضوع سفر البنات للدراسة بالخارج، خصوصا انه احنا نعتبر مجتمع شرقي ومجتمع محافظ. رح اكمل. هديل العساف عم تسألك دكتورة شو رأيك للي بده يدرس تخصص مختلف تماما عن مواهبه، يعني هو حابب يدرس تخصص ومواهبه مختلفة تماما عن شغفه لدراسة هذه التخصص. وسؤال من ندى، ندى عم تسألك هل كانت حياتك صعبة بتحمل المسؤولية من بعمر صغير؟ يعني هل حسيتي فعلا بقساوة الحياة بتحمل المسؤولية من عمر صغير؟ تفضلي دكتور. شكرا. شكرا راما. نغم، دراسة البنات بالخارج أيضا بدي أقول هو خيار، طبعا مش خيار للفرد نفسه محض، خيار كمان لأهله أو أهلها، عايش بتطلعوا وكيف بتطلعوا. هلا أنا شخصيا بقول التعلم خارج الأردن، سواء كان بدول عربية أو بدول أوروبية، بعتقد أنه أو أمريكا كندا، يعني أنا إذا بدك يا نغم، 4 أولادي درسوا برا،
ورجعوا على دكتورة أنا متأسفة على المقاطعة، ولكن صوت الصدى عم بيزيد عنا، وعن يعني الأصوات عم تدخل شوي ببعض وعم بيزيد. بركي أنا عندي هون ما في حدا شغال. بركي يمكن إذا في حدا بده يسكر المايكس تبعونه. تمام. فشوفي صار أروق هلا. فلا أنا بعتقد إنه يعني أنا مع دراسة البنات في أي مكان في العالم، إذا البنت أو الشاب يعني زي بعض ما هم مزودين بالقيم والفاليوز وأقوياء فيها، ممكن يكون في خوف، ممكن جدا ينقال إنه والله خليه يخلص بكالوريوس هون وبروح بعمل ماجستير في مكان آخر، التخصصات كمان يعني هاي حلول. لكن ما بقدر أقول إنه أنا برفض الدراسة بالخارج من أجل الحفاظ على الثقافة. ما بفضل، لا، الحفاظ على الثقافة إحنا قادرين عليه. يمكن الواحد زي كل إشي زينا إحنا الكبار ممكن نرتكب إشي خارج عن المألوف، لكن بتصلح والطالب الطالب الدارس بيعالج وبيعدل. ولا يعني أبدا إنه الطالب اللي بدرس بالجامعات الأردنية كمان ما يتعرض لمواقف، يعني كلنا عرضة لمواقف، بس بدنا نحمي حالنا إنه نتعلم. السؤال الثاني جاي من إنه التخصص يكون مغاير للمواهب. هلأ إحنا لما نستعمل كلمة مواهب، إذن بدها تكون إشي ظاهر جدا جدا. لما بنقول موهبة يعني مش هواية وتعلمتها، لكن حقيقة هي موهبة بالتأكيد. بدك تروحي لها. أما إذا كان القضية هي قضية أنا بحبها، لا، يمكن بدي أفكر بخياراتي، وأفضل أفكر بخيارات. موسيقى حقيقة موهوب، ومن هو طفل ضلينا نستنى عليه خلص تامن عنا، وبعدين اشتغلنا مع بعض إحنا وأهله على إنه يروح على مدرسة متخصصة للموسيقى، والآن هو خلص من مدرسة موسيقى في بريطانيا وخلص الجامعة، والآن هو يعني موسيقي معروف، وبيجي عنا على المدرسة وبعمل يعني حفلات مسائية غنائية لأنه كان موهوب، وكل الدنيا كانت تقول عنه موهوب. فإذا كان موهوب بالتأكيد. أما لا، إذا إشي بس أنا والله بحبه أختار الخيار الأصح. كان من ندى، هل كانت قساوة يعني أنه أتحمل مسؤولية بهذا السن المبكر؟ بلاش أقول قسوة، بس خليني أقول صعبة. يعني صعبة وبدك بدك تفكري بكل إشي أنت بتعمليه. هلأ لما بفكر فيها وأنا بهالعمر وبعد ما يعني هالقد أنجزت، بتطلع عليها بسعادة، بتطلع على كل إشي بسعادة إنه قدرت أعمله. بس لا، يعني ما كانت سهلة السنوات الأولى، ما كانت سهلة. يعني سؤال حلو والله يا ندى، بس مش قسوة، يعني ما بقول عذاب. تفضلي. رح ناخذ سؤال من روفينا.
روفينا عم تسأل حضرتك إيش برأيك أفضل تخصص ممكن الطلاب هلأ يدرسوه حتى يقدروا يواكبوا التطورات اللي عم نمرق فيها هلأ، بغض النظر عن التخصصات التقليدية زي الطب وهندسة وغيره، هل في برأيك تخصص جديد ممكن الطلاب يتوجهوا له حتى يقدروا يواكبوا التطور؟ دعاء عم تسألك كيف نحفز حالنا للدراسة في ظل الظروف الحالية وفي ظل التعليم عن بعد؟ وعندنا ندى عم تسألك شو تقييمك لموضوع التعلم عن بعد، وهل بتعتقدي في نوع من الـ يمكن الـ في نوع من يعني عدم التوازي بين ما تقدمه المدارس الخاصة وما تقدمه المدارس الحكومية، وهل مدرستكم اشتغلت على منصة درستك ولا كان في منصة خاصة لمؤسستك التعليمية؟ تفضلي دكتورة. شكرا يا راما. خليني أشوف روفينا. روفينا يعني إذا بتسمحي لي، يعني لا أعتقد أن هناك تخصص أفضل، لا أعتقد. كل التخصصات جيدة وكويسة وإحنا بحاجتها. التميز والانغماس والإخلاص في الوظيفة في التعلم اللي أنا بختاره، يعني لاحظي التسلسل اللي إحنا حكينا فيه، حكينا على الخيار، إنه الشغلة مش شغلة ظروف وأنا بترك حالي للظروف وبشوف كيف الدنيا بتمشيني وبتهم الظروف دائما، لا، الخيار اللي هو زي ما قلت لكم، اللي هو العلاقة الطيبة اللي بين العقل والقلب، وبالتالي أثرها على قراراتك قدي هاي بتمشيكي بالطريق اللي أوسع ومنفتح أكتر. فأقول لك تخصص أفضل، مرة حضرت محاضرة فالسبيكر اللي كان يعني أول واحد عماله بحكي عن الوظائف المستقبلية، بحكي عن شو ندرس أولادنا هلأ شو ندرس أولادنا بالمدارس مشان نأهلهم للوظائف الأفضل بعد 30 سنة. إذا دخل هلأ ابن الروضة لا يروح على ميدان العمل بده شي 25-30 سنة، شو هي الأعمال اللي بدها تكون بعد 30 سنة؟ ما حدا بعرف. فهو طبعا ما قال ما حدا بعرف، ضلوا يحكي يمكن حكى نص ساعة هذا الموضوع، وقال هلأ رح أعرض لكم التخصصات الممكنة. فتح الشاشة طبعا وشاشة كانت فاضية، بقول لك لأنه ما بعرف ولا حدا بعرف. فإحنا حقيقة يعني بدنا نتطلع، واضح انه التكنولوجي، واضح انه يعني بده يصير يستعاض عن الافراد والناس باجهزة، لكن القضية الانسانية لن تزول. وهذا بينقلني لاجاوب دعاء وندى على موضوع التعلم عن بعد. طبعا يا ندى، احنا عنا البرنامج اللي خاص فينا والتعلم مباشر والمعلمات بيقوموا فيه بتفاعل بينهم بين طلاب، ويعني اشتغلنا عليه كتير، لكن مع ذلك دعاء سألت انه شو رأيي بالتعلم عن بعد. أنا أؤمن بهذه الأداة، أؤمن باستخدامها بأوضاع عادية، لكن زي ما قلت، على ما هو العمل الأفضل؟ العمل الأفضل هو العمل الإنساني
اللي بخليني على احتكاك بالإنسان وأتعامل معه بشكل إنساني وما أتحول لبني آدم زي الروبوت. رأيي في التعليم عن بعد هي أداة، هو تعلم تكنولوجي، هو مش عن بعد. بدنا نستخدمه بالتأكيد، أفضل إشي تعلمناه وطلعنا فيه. بدنا نستعمله مشان يخدمنا ويخدم الطلاب وريحهم، لكن هو ليس بديل إطلاقا ولا بأي شكل من الأشكال. بقول إنه ممكن يكون بديل للعلاقة الإنسانية اللي بتربط كل عناصر المدرسة، من طلاب لطلاب، معلم لطلاب، الإداريين، الآباء، الأهالي. يعني رح نعمل كل ما في جهدنا ونترجى ونشوف إنه إحنا منقدر ونجرب إنه نرجع الأولاد للمدرسة. فهوبفلي إني جاوبت الثلاث أسئلة. تمام دكتورة، إحنا بختام جلستنا لليوم بدنا نشكرك جزيل الشكر، شكرا كتير لكلامك المحفز والملهم، ودائما يعني إصرارك إنك تكوني معنا بحملة قادة الأعمال من سنين عديدة، وشكر شكر جزيل لوجودك معنا على شكراً. مجلس إدارة ومجلس أمناء إنجاز، وعلى دعمك المتواصل لمؤسسة إنجاز بشكل عام. قبل الختام دكتورة، في معنا أكثر من 700 طالب وطالبة، بدنا منك نصيحة أخيرة بتوجهيها للطلاب الموجودين معنا اليوم، وأيضا لكل الطلاب اللي رح يسمعونا على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بإنجاز. شكرا يا راما، شكرا لإنجاز، تحياتي لعزيزتي ديما، ديما بيبي رئيستنا. فشكرا لكم، سعدت بهاللقاء، سعدت بالطلاب، شكرا لأنهم سمعوني، إن شاء الله أكون أفدتهم. يعني يمكن النصيحة، أو يعني بديش أسميها نصيحة، بس حقيقة بدي أوصيهم. الله أعلم مثلا أرجع ألتقي فيهم ولا لا. بدي أوصيهم بقضية الثري آرز الثانية وقضية التسامح والامتنان. الثري آرز بس بدي أذكرهم إنه المرونة والمشاركة، احترام الآخر، والمسؤولية، والتسامح والتقدير، الامتنان. صدقوني إذا اشتغلتوا عليهم وثابرتوا عليهم رح تشوفوا قديه أنتوا بتكتسبوا كل يوم إشي جديد، وباب بينفتح وفرصة بتنفتح إن شاء الله يا ربي. القضية لما بحط هدف، أنا اللي بدي أسميه لما أختار طريق، لما أختار هدف، حقيقة أحط فيه العمل والمثابرة، اللي هو بالإنجليزي بتسمى grit، G-R-I-T. grit هي عبارة عن دمج الهدف، الخيار اللي بحطه نصب عيني، مع المثابرة. قد تكون الترجمة تبعتها العربية العزيمة، بس هي شوي أقوى من العزيمة. فالمثابرة زي ما قلت لكم، مش شغل أقعد 12 ساعة أسمي أعد على حالي ساعات، لا، المثابرة ريلي أحط كل عقلي وجهدي في اللي بعمله. فالنصيحة تبعتي، أنا بعرف المسافة صغيرة اللي بنكتب فيها، هي فعلا the three R's والتسامح والامتنان. أنا شاكرة لكم جدا، شاكرة لك راما على
التنسيق لنا، وشاكرة لكل الطلاب، للسبعمائة طالب أهلا وسهلا فيكم، وللطلاب اللي على المنصات من مناطق أخرى. ألف عافية، وكل سنة وأنتم سالمين راما. وأنت سالمة دكتورة، يعطيكي ألف عافية. أهلا أهلا أهلا، شكرا جزيلا على الكلام الرائع. تسلمي، شكرا لوجودك معنا. شكرا. يعطيكي ألف عافية. شكرا شكرا، الله معكم. شكرا جزيلا. شكرا.